وليش الفرنساوية ما قبلوا يستقبلوا الأمير فيصل؟ الأمير فيصل سافر يحضر مؤتمر الصلح بصفته أمير للدولة العربية. أمير لكن مو أمير ولا كل الأمراء. أمير لكن مو أمير، أمير ولا كل الأمراء. شوفي ليش شو حكينا حجاف؟ يا شو حكينا؟ إيه عم تتغزلي فيه للأمير وكأنه كتب كتابك عليه ليلي مو على أبو عبدو. خلصنا بقى اسكتوا بدي أفهم. لا تواغزيني قطعناكم. كملي نازك خانم. إذا الفرنساوية قبلوا إنه الأمير فيصل يحضر المؤتمر معناتها هن معترفين فيه وبدولته، بس هن أساساً مو ناويين يعترفوا. إيه وشو رح يصير؟ هلأ رح يتواسطوا الإنجليز عند الفرنساوية بأنهم يستقبلوا الأمير فيصل كأي ضيف عادي مو بصفته أمير للدولة العربية. وبعدين؟ هلأ بدنا نستنى لنشوف شو رح يطلع من المؤتمر، لأنه العرب والأجانب متفقين على بلدنا. يبدو أنه كل العالم بتعرف قيمتها إلا نحن. إيه لكن شو؟ بلدنا ما في مثلها بالدنيا كلها. ولي والله كركبتونا بهالسيرة. قلتك ما رح نعكر حالنا باليوم. نازل خانو رح أجيب لك محلاي أكبر بغاجاتي بالشام ما بيقدر يعملها. لحظة. شو يا صبايا؟ رح تخلص العطلة؟ إيه بقيان 3 أيام ومنرجع على بيروت. سميحة ليش زعلانة؟ شو؟ الظاهر عشقانة؟ صباح النور. عم قول يا حالي ليش البيت منور؟ تاري الست سوريا عنا. مو انت بعد خبر بدك يعني؟ مزبوط يا ابي سعيد. اي يا ابي. سبقني على المحل بخلص مع عمتك وبالحق. امرك خاطركم. الله معك امي. الله معك. شو وينها الفت؟ ما شفتها من اول ما وصلت. راحت تنظف بيت ابوها، مو حضرته عامل لي عريس. اي منيح. هلا انا وراجعه بمرق باخذها معي. لا على بيت بسيمه ما لفوتي. اليوم كتب كتاب ابوها مو حلوه صبحي. انت يلي بتفهم بالاصول. ايه مزبوط ابن عمي. شو متكاترين عليه؟ وانتي ست زبيده شو رايك؟ والله رايي اللي عم يقولوه مزبوط، هيك الاصول يا بي. ناقصني 6 أصول تاني انا. ما شو اخبارها بنت عمك؟ ما بيني؟ لا والله يا بي ما عاد ورجتنا خلقتها. غريبة مو؟ ابن عمي نحن استمهلناها للمخلوقة. ماشي مستنانا يومين تانين. تعي معي سوريا عاوزك لحالنا. سعيد عشقان سميحة ورايدة. بعرف. تعرفي حلو والله، يعني أنا آخر من يعلم. لو كنت منيح مع ابنك وقريب منه كان سر لك وكنت أول من يعلم. حاجتك سوريا شو هي قريب وبعيد؟ الله سبحانه وتعالى ما طعمني غيره. هي ضربنا على قامتنا وتجوزنا، قامت الست ألفة طلعت متوكة وما بتجيب أولاد. وبلكي التوك مو منا؟ شو يعني التوك مني؟ ايه فايزة ما عاد حملت بعد زبيدة. من لك هالحكي؟ مو من حدا، أنا لحالي عم فكر هيك. الفات عم تقول هيك ما؟ شو دخل الفات؟ هلا ما دخلها؟ حرام عليك صبحي، لا تتبلى هيك على المخلوقة. ماشي. يمينا من العلاك المصدي. ايه أخي. مشان سميحة وسعيد الله يرضى عليك لا توقف بوشهم. شو عم تحكي لك أختي؟ أنا بوقف بوشه. سعيد ابني وسميحة عرق عيني وبنت أخي. بس يعني شلون بدنا نصير نسايب وموضوع الورثة لساته معلق بيناتنا؟ ايوه وشو دخل هاي بهاي؟ دخلها أختي دخلها. لازم نحل قصة الورثة بالأول. والحل عندك. الورثة حق وشرع الله، وبسيمة وأنا لهلأ ما طلعنا عن الأصول وعم نستنى. شو يعني ما طلعتوا عن الأصول؟ بسيمة في وراها ناس قادرين يوصلوها لعند القاضي بيومين وأنا معها، بس المخلوقة مو حابة تفوت العيلة الوحدة بالمحاكم. أيوة.
منشان هيك انت اذا بتطلب سميحة لسعيد بتصفى القلوب شوي وبتلاقي لنا حل هالقصة ومن دون عي وقالوا لنا. هلا سوريا مجي عليك يا الله، ما بتتذكري انه ابوك الله يرحمه قبل ما يتوفى قال لي يا صبحي كل شيء لك؟ ايه بلا بتذكر. لك ليش ما عم تقولي قدامه انه كان بده يسجل لي كل شيء باسمي؟ لانه ما سجل، ولو كان بده يسجل ما كان في شيء بيمنعه، بس ابوك الله يرحمه كان بده يسكتك ويخلص من نقك، وكان بده يخوف صالح يلي ما كان يدهلز له مثلك. بعدين انت من يوم يومك كنت تتمسكن مع ابوك لحتى تتمكن، وكلام ابوك ما بيتاخد في وصيه والشرع ما بيعترف عليه، لانه الشرع بيقول لا وصيه لوارث، وروح اسال. شو شايف بيت العابد وبيت العجمي ما فاتوا لبيت بسيمه وبس، فاتوا لجوات مخك كمان. يا حبيبي كمل النقل بالزعرور. يو عيب الواحد يعرف حقه؟ لا مو عيب يعرف حقه، مو عيب، بس شو حلتها القصة؟ حلتها انك تهدي الاحوال وتطلب سميحة لابنك وترجع لكل صاحب حق حقه، وما تحرمني من عز ابي وماله، وما تحرم بسيمة وبناتها من عز صالح، ولا توصلنا لمواصيل تشمت العالم فينا لك صبحي. ايه لك يعني هدي الاحوال رح هدي الاحوال، بس لشوف اذا بتبين معكم. قضيت عمري انا كرمالكم، ها بعمل اللي بدكم اياه وانتم ما ببين فيكم، لشوف هالمره. ماشي اخي انا صار لازم امشي، هلا بيستعوقوني بالبيت مشان كتاب ابو عبده. ما لك صبحي المفروض انه انت رجال هاي العيله وانت يلي لازم تكون موجود بخاطرك. الله معي حابكينا كله. يلا صار لازم استأذن. عادي سوريا منتغدى سوا؟ لازم كون معهم بالبيت، دوبني امرق اخذ الفت وروح. سلمي لي عليهم وباركي لي لسليمه. بيوصل. يلا خاطركم. الله معك، مع السلامه. شوي قصه الحبال